أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن إعجاز القرآن، وفرغنا من جانب الإعجاز البلاغي، ووجدتم أن الجوانب التي أشرنا إليها في بحثنا وإن كانت تتداخل مع مادة علوم القرآن، وأنا واثق أن أستاذ المادة يعني الأستاذ المختص بتدريس مادة علوم القرآن تناول أو سيتناول هذا الجانب بإسهاب وبدقة حول الإعجاز البلاغي ونماذج من ذلك. لذلك حاولت أن يكون أسلوب معالجتي للإعجاز البلاغي يختلف عن ما هو المتعارف في علوم القرآن، كي لا يتكرر ولا يحدث التكرار الممل. نطرح الموضوع من زاوية أخرى وبعبارة وبأسلوب مختلفين. حاولنا أن نركز على مسألة التحدي، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قبل الله تبارك وتعالى على أن يتحدى بلغاء العرب وفصحاهم، على أن يجاروا القرآن وعلى أن يأتوا مثله. انتهينا من شواهد الإعجاز، وعرفنا كيف أن عددا كبيرا من البلغاء والفصحاء أعلنوا عن عجزهم وأنهم لا يستطيعون مجاراة القرآن. إذن تحدي من جانب، عجز عن المجاراة من جانب آخر. النتيجة أن هذا الكلام هو فوق كلام الآدميين، وما دام فوق كلام الآدميين فهو ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن. إذن الذي أتى به إنما يستند إلى قوة أعلى من قوة البشر، ومؤهلات تختلف عن المؤهلات العادية. بعد أن انتهينا من الإعجاز البلاغي، حاولنا أن نتلمس جوانب أخرى من عظمة وإعجاز القرآن، فأشرنا إلى الإخبار عن المغيبات أو الغائبات. ذكرنا في المحاضرة السابقة نموذجين من هذه الأخبار. النموذج الأول يتعلق بإخبار الله تبارك وتعالى عن غلبة الروم، وقوله تعالى في بداية سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذن القرآن والإخبار عن المغيبات. أن النموذج الأول هو غلبة الروم، وقد أشرنا إلى ذلك في المحاضرة السابقة. وأما النموذج الثاني فهو أنه لا يقوى، أو الأصح لن يقوى على معارضة القرآن أحد، حيث أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله تبارك وتعالى يخبر أن المستقبل أيضا ليس الكلام في الحال، حال الخطاب وحال التكلم، وإنما حتى في العصور القادمة مهما تضافرت الجهود فإن المقدرة البشرية وإن اقترنت بقوى الجن ومناصرات الجن فهي أعجز من أن تأتي بشيء مثل القرآن أو يجاريه. هذين النموذجين ذكرناهما في المحاضرة السابقة، والآن نضرب أمثلة أخرى لإخبار القرآن عن المغيبات. بطبيعة الحال هناك نموذج ثالث، وهو قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن شاء الله. وهذه أيضا نقطة ثالثة تدل على إخبار القرآن بما سيحدث في المستقبل. المعاد بمعنى العودة، والعودة إلى الوطن
فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صحيح إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اضطر تحت وطأة الشدة والقسوة في مكة المكرمة، اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه ووطنه، وخرج بطبيعة الحال كارها، وذهب إلى خارج مكة المكرمة واتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة. فالله تبارك وتعالى وعده إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فإذا قول أكيد وبشارة من قبل الله تبارك وتعالى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إلى مسقط رأسه. في الحقيقة هذا الإخبار لم يكن ما يسنده من القرائن الظاهرية في ذلك الوقت، لأن رسول الله حينما خرج من مكة كان المشركون حاصروا المسلمين وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعوا عنهم كل شيء وحاربوه حربا قوية. يعني إذا تلاحظ الغزوات والسرايا والمقاطعة وكل الموقف السلبي والعدائي من قبل المشركين وقريش والساكنين في مكة المكرمة، كلهم هيئوا الأرضية لمغادرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الموطن الأصلي ومن مسقط رأسه على أن القرائن ما كانت تدل وما كانت مشجعة على عودته، ولكن بالفعل تم ذلك وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة بعد الهجرة وحصل فتح مكة. هذا إخبار آخر بالغيب تحقق ولم يكن بوحي أحد أن يتنبأ بذلك ويبشر به. هناك نموذج آخر لا بأس أن نضيفه إلى نماذج الإخبار بالمغيبات، وهو قوله تعالى ووعده بدخول المسلمين إلى المسجد الحرام. الآية التي تشير إلى هذا المعنى تقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والقصة معروفة في التاريخ الإسلامي، وخلاصتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة المنورة، فرأى ليلة في عالم الرؤيا أنه دخل ومعه المسلمون المسجد الحرام، وقد دخلوا المسجد الحرام لا بملابسهم بل بملابس الإحرام، وقد حلقوا رؤوسهم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وقص عليهم الخبر بعد أن استيقظ، بشرهم وقال بأني رأيت هذه الرؤيا، وهذه بشارة من الله تبارك وتعالى أننا سندخل المسجد الحرام آمنين محلقين. فلم يكن مجرد عودة رسول الله إلى مكة المكرمة والنقطة اللي أشرنا إليها فيما سبق فقط أمرا غائبا عن الذهن وبشر به القرآن، وإنما لا، دخول المسلمين مع رسول الله المسجد الحرام ومكة وبعدين آمنين ومحلقين مقصرين، فمعنى ذلك أنه هذه كلها تدل على ممارستهم للشعائر الإسلامية وأنه يسمح لهم بذلك. فبعد فترة قرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جماعة من المسلمين أن يتجهوا إلى مكة المكرمة، وكأن تلك الرؤيا ستتحقق. ولكنهم حينما وصلوا إلى الحديبية أعرضهم المشركون
وحصلت مفاوضات بينهم، وبعد هذه المفاوضات وقعت معاهدة صلح بين المسلمين وبين المشركين لإعلان هدنة ولعدم الحرب لمدة 10 سنوات، ولكن بشرط أن يرجع المسلمون من الحديبية إلى المدينة المنورة ويوكلوا ويؤجلوا زيارتهم للمسجد الحرام إلى العام القابل. وفي السنة القادمة القبائل العربية كان مسموح لها أن تدخل المسجد الحرام وأن تبقى 3 أيام فقط، ولا تحمل معها سلاحا إلا ما يحمله المسافر في دفاع الخطر عن نفسه. طبعا الصلح وقع والطرفين وافقوا على ذلك، وصار القرار أن يرجع رسول الله والمسلمون معه إلى المدينة المنورة. ولاحظ الدقة هنا، بعض المنافقين يعني بعض المسلمين الذين أظهروا الإسلام ولكن لم يتمكن الإسلام من أعماقهم، اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنك وعدتنا وأخبرتنا بأننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين وهذا لم يتحقق، فإذا أنت والعياذ بالله كاذب في دعواك أو تدعي ما ليس مطابقا للواقع. طبعا هذا المعنى أثر في نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. لماذا؟ لأن التعبير الذي جرى على لسان أحدهم وهو مسلم وهو من صحابة رسول الله يقول ما شككت في نبوة محمد قط مثل يوم الحديبية، فمعنى ذلك أنه شكك في أصل رسالة النبي وفي صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان جوابه وموقفه أنه هل وعدتكم بحصول هذا مباشرة؟ الآية تبشر بتحقق ذلك، أما متى فلم أعد بذلك. وبعد هذا حصل التحقيق والتطبيق العملي للرؤية في السنة القادمة، ودخل المسلمون مكة المكرمة وحجوا وأدوا مناسكهم مقصرين ومحلقين، وحينئذ تمت البشارة والخبر الذي كان يخبر به القرآن، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والرؤيا كانت لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام مسألة، والمسألة اللي أهم منها إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذه مهمة جدا. وبشارة أخرى في بطن هذه البشارة، مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني 3 مراحل، المرحلة الأولى طبعا الرؤية واحدة والآية تتحدث عن هذه الواقعة، لكن التطبيق العملي والتجسيد الفعلي لذلك يتم في 3 مراحل. المرحلة الأولى خروج رسول الله ومعه جماعة من المسلمين وصدهم من قبل يعني صد المنافقين المشركين إياهم وصلح الحديبية ورجوعهم. المرحلة الثانية السنة القادمة، السنة اللي بعدها ذهبوا إلى المسجد الحرام وأدوا مناسكهم وقصروا وما تعرض لهم أحد من المشركين بشيء أبدا، إلى أن رجعوا إلى المدينة المنورة. والبشارة الثالثة والمرحلة الثالثة كانت فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وكان الفتح القريب عبارة عن فتح مكة، حيث لم يمضي على توقيع صلح الحديبية أكثر من 2 سنين، حتى أن المشركين نقضوا عهدهم، كانوا قد عاهدوا الله ورسوله على عدم الحرب لمدة 10 سنوات، فنقضوا عهدهم بعد 2 سنين، وكان هذا سببا لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرة أخرى فاتحا منتصرا، وبذلك الفتح والانتصار حصلت الغلبة للإسلام. وكان هذا إذانا وتأييدا
لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا هو ما نشير إليه في النقطة الأخرى. النقطة الأخرى التي يعبر عنها القرآن الكريم: يدخلون في دين الله أفواجا. البشارة كانت أمرا غير متعارف مع الأوضاع التي يعيشها النبي. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا يدخلون واحدا واحدا، اثنين اثنين، أحيانا مجموعات صغيرة جدا، وكان بين مجموعة ومجموعة أخرى فترة زمنية طويلة. ولكن القرآن يبشر ويخبر عن أن أفواجا من الناس يدخلون في دين الله، وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولا شك ولا ريب أن هذا إخبار عن شيء سيتحقق في المستقبل، وقد تحقق ولم يكن أحد ليتنبأ بذلك أو يستطيع أن يصدق بوقوعه. هناك نموذجان آخران نشير إليهما وننهي بحثنا عن الإخبار عن المغيبات. النموذج السادس هو إخبار الله تبارك وتعالى عن عدم إسلام أبي لهب. أبو لهب عم النبي، وبطبيعة الحال لما كان عم النبي فكان من المتوقع أن يستجيب لنداء الرسالة ولاهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لكنه لم تفد المحاولات معه. أبو طالب أسلم، حمزة أسلم، وكلاهما أصبحا من المسلمين الجيدين الأوائل، آمنوا بالرسالة وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبا لهب فإنه لم يتأثر مطلقا بالرسالة، وإنما بقي معاندا، وأكثر من ذلك صار يهتم بالجانب المادي كثيرا. الله تبارك وتعالى أجرى على لسان نبيه وعدا في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. متى يتحقق هذا المعنى؟ متى سيصلى نارا ذات لهب؟ الإنسان المؤمن لا يصلى النار، الإنسان المستقيم المطيع للرسالة لا يصلى النار. فإذا هو هذا إخبار بأنه سيستمر على عناده، ولا يكون مثل كثير من المشركين المعاندين الذين أسلموا ولو ظاهرا. نحن نجد نماذج لأناس أسلموا بعدئذ وإن لم يكن إيمانهم واقعيا، ولكنهم أجروا الشهادتين: الشهادة بالتوحيد الوحدانية والشهادة بالرسالة ظاهرا على ألسنتهم، وكان هذا أيضا تعبيرا عن إسلامهم وقبولهم للدين. ولكن أبا لهب أخبر القرآن بأنه حتى هذا المعنى ما يتحقق منه، وإذا ما يتحقق منه فإذا سيبقى كافرا، وإذا بقي كافرا فسينطبق عليه قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. وأما النموذج الأخير في بحثنا هذا فهو صيانة القرآن من التحريف. الله تبارك وتعالى وعد بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعد بأنه سيتولى حفظ القرآن وصيانته من التلاعب. هذا التلاعب ليس في حذف شيء وإضافة شيء آخر، ليس في النقص والزيادة، ليس في التغيير من معنى إلى المعنى الآخر،
حتى حذف الواو أو التغيير بمقدار الفتحة والكسرة وأي شيء من هذا القبيل. صانه الله تبارك وتعالى، يعني صان القرآن منه، وحينئذ نجد أن الله تبارك وتعالى تولى حفظ القرآن وصرح بأنه إنا له لحافظون. كيف نعتبر هذا من الإخبار عن المغيبات؟ ربما يتوجه هذا السؤال، يسأل أحدكم كيف تعتبرون هذا من الإخبار عن المغيبات؟ نعم، باعتبار الإنجيل نزل وأنزله الله تبارك وتعالى على عيسى وبشر به عيسى، ولكن نالته أيدي التحريف فلا أثر له. كيف لا أثر له؟ أدهل دليل وأبسط دليل هو وجود خمسة أناجيل، خمس نسخ مختلفة من الأناجيل بين أيدينا الآن: إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس، وإنجيل برنابا. وكل منهم يختلف عن الآخر في كثير من المواد وكثير من الفصول، حتى يختلفون، يعني تختلف نسخ الإنجيل فيما بينها بالنسبة إلى نسب عيسى. أحدهم يذكر بين عيسى وآدم 36 أبا، والآخر يذكر 48 أبا. 12 جيلا إما سقط من أحدهما أو أضيف إلى الآخر، وهكذا نجد الاختلافات الكثيرة، الفرق الفاحش بينها. إنجيل برنابا لا يعتقد بالقتل والصلب، والأناجيل الأخرى تعتقد بالقتل والصلب وما شابه ذلك. والتوراة، التوراة أيضا نزلت من قبل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام ليبلغ به أمته بني إسرائيل، ولكن نجد أن القرآن التوراة نالته يد التحريف. ولكن القرآن نفسه يقول على لسان الوحي الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سنحفظه. سوف لن يقدر أحد على مجاراة القرآن، وهذا ما ذكرناه في النقطة الثانية والنقطة السابعة هنا التي نقولها، سوف لن يقدر أحد على تغيير ولو جملة واحدة أو حركة إعرابية أو حتى الواو العاطفة. في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 16، في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، حصل نزاع بين عثمان وأبي بن كعب. كان عثمان يدعي أن الآية من دون واو، الذين يكنزون الذهب والفضة، وكان أبي بن كعب يدعي أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين، ولم يكن هناك أجهزة تسجيل كما هو في عصرنا الحاضر، ولا نسخ مخطوطة مكتوبة بيد حتى نقول نعم هذه النسخة كتبها رسول الله بيده. وأخيرا حصل تهديد وشديد، وبعدئذ نزاع مفصل حول هذه الواو. أبي هدد، قال: إذا لا تضعون الواو هنا في والذين يكنزون فهناك مشكلة كبيرة، ستراق دماء، ستحدث فتنة. فإذا كان الشعور بين المسلمين إلى هذه الدرجة من أن واوا بين عثمان وهو في أوج قدرته وأبي بن كعب وهو من القراء أو ممن كان يشهد بتلاوة سور وآيات وينقلها، إذا كان تغيير واو يحدث هذا اللون من النزاع والفتنة والمشاكل، فبطبيعة الحال تغييرات أخرى ستكون أكبر وأشد. لهذا نقول بأن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه سيحفظ القرآن من التغيير والتحريف والتبديل والزيادة، وبالفعل تحقق ذلك فوجدناه جليا. هذه النماذج كلها وغيرها طبعا إنما تكشف عن جانب من إعجاز القرآن، حيث أخبر عن أمور ستقع في المستقبل وبالفعل وقعت وتحققت من دون ترديد، فكان
آية أخرى وعلامة إضافية على كون القرآن من قبل الله تبارك وتعالى. الآن ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الإعجاز، وهو الإعجاز العلمي. في الإعجاز العلمي نشير إلى حقيقتين فقط. أولا قانون الجاذبية، ثانيا الزوجية في الكون، ونوضح حول هاتين النقطتين بشيء مهم جدا، إن القرآن لم يكن كتابا علميا. في الحقيقة ليس من شؤون العلوم الطبيعية أو كتاب حول العلوم الطبيعية حتى نتوقع منه أن يشرح كل هذه الحقائق، ولكن بما أن القرآن لم يكن لأناس دون أناس، وشخص حينما يسأل من الإمام الرضا عليه السلام عن عظمة القرآن وأنه لماذا هذا القرآن لا يصاب بالقدم والحالة اللي تحصل من أن شيئا قرأه الإنسان مرة أو مرتين يكتفي ولا يعيده، طيب لكن ماذا يحصل لنا حين نقرأ القرآن للمرة العاشرة والمرة الخمسين والمرة المئة والمرة الألف ومع ذلك نحس فيه طراوة وجدة وشفافية وما شاكل ذلك؟ فيقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في جواب السائل: إن الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. فإذا غض إلى يوم القيامة يستدعي أن نشير إلى هاتين النقطتين، قانون الجاذبية والزوجية في الكون. لماذا؟ لأن كونه غضا يعني ليس لخصوص القرن الثالث الهجري ولا القرن الخامس، وإنما للقرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري أو القرن العشرين وهكذا للقرون القادمة. وحينما نقول ذلك ليس ادعاء، يعني كما قلنا ذلك فيما مضى وقاله أسلافنا وكبارنا فيما مضى، على سبيل المثال من علمائنا الكبار آية الله السيد هبت الدين الشهرستاني، له أبحاث عظيمة جدا في إعجاز القرآن، ويذكر ذلك على سبيل المثال قبل 60 و70 و50 سنة. جهوده التي بذلها في ذلك الزمان نجدها طرية الآن حول القرآن وحول الآثار العلمية للقرآن، وهذا صادق فيما لو تحدثنا عن حقائق قرآنية الآن لنجدها صادقة بعد 50 سنة، ونتحدث بعد 50 سنة بحقائق عن القرآن لتكون صادقة بعد 200 سنة وهكذا. فإذا القرآن غض بحقائقه العلمية والقضايا التي فيه. نشير إلى نقطتين فقط، قانون الجاذبية. في الحقيقة قانون الجاذبية في العلماء الغربيين أسس وأرسي دعائمه من قبل كوبرنيك، كيبلر وغاليليو أو غاليليو، ثم جاء نيوتن ليضيف إلى إسحاق نيوتن إلى الحقائق التي اكتشفها غاليليو وكيبلر قبله، ويثبت على خلاف النظرية الهندسية القديمة المعروف بالهندسة البطليموسية. في الحقيقة الفلسفة البطليموسية كانت تعتمد على ثبات الكرة الأرضية والنجوم وهكذا، على خلاف هذه النظرية جاء هؤلاء ليكتشفوا قانون الجاذبية. القرآن سبقهم إلى ذلك بكثير في قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في الحقيقة هذه العمد هي عمد
الجاذبية. وحينما يأتي أحد الرواة وهو الحسين بن خالد ليسأل الإمام الرضا عليه السلام عن هذه العمد، ماذا أراد الله تبارك وتعالى بقوله بغير عمد ترونها؟ أليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ فقلت بلى. قال ثم عمد لكن لا ترونها. فإذن هناك عمد وهناك أعمدة تحمل السماء، لكن ليست من هذه الأعمدة الكونكريتية أو من صخر أو من طابوق، وإنما أعمدة لا ترونها وهي الجاذبية. إذن قانون الجاذبية العام الذي يربط بين المجرات والسدم، وحسب قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا في سورة فاطر، هذه كلها تجتمع لتشير إلى حقيقة علمية عظيمة أشار إليها القرآن قبل 15 قرنا، وجاء العلم الحديث ليكتشف ذلك. والنموذج الثاني الذي نتحدث عنه هو الزوجية في الكون، حينما يقول الله تبارك وتعالى أولم يروا في مقام تذكير الناس ورفع أنظارهم إلى هذه الحقيقة العلمية، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وبعدين الخلق كله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فإذن في الخلق كله وليس في النباتات فقط تحصل هذه الزوجية. جاء البعض ليفسر الزوجية بالمادة والصورة، وجاء بعضهم ليربط الزوجية بالمادة والروح، ولكن حينما نتابع ذلك نجد من الناحية العلمية أن العالم السويدي المعروف شارل ليني الذي توفي في عام 1787 أثبت بتحقيقاته أن الزوجية في النباتات ثم هذه الزوجية في الكون كله والوجود كله، حيث الذرة هي قوام كل موجود مادي، كل ما في العالم من أصغر الأشياء إلى أكبر المجرات والسدم يتكون من الذرة، والذرة تتكون من زوج عبارة عن الإلكترون والبروتون، والشحنة السالبة في أحدهما والشحنة الموجبة في الآخر تجعل هذا التلاحم وهذا الاتفاق والانسجام بين جزئي المادة أو هذين الزوجين، أو بعبارة أخرى الزوجية التي تتكون من شقين ومن جانبين يرتبطان ببعضهما، كما أن الزوج والزوجة يكونان الأسرة الصغيرة، كذلك الإلكترون والبروتون يتحدان وهما ذو شحنة سالبة وموجبة مختلفتين في هذه الناحية، لكن يكونان الذرة، والذرة منشأ وجود الكون على المصطلح العلمي. وبهذا نجد أن الزوجية التي أشار إليها القرآن سواء في النباتات، حيث نقول بأن النباتات قسم منها مذكر وقسم مؤنث، وأن الجانب المؤنث يجب أن يلقح بالجانب المذكر، حتى وعلى سبيل المثال الطالح والكذا بالنسبة إلى النخيل، وهناك بعض الأشجار تحمل الجانبين، الجانب الذكري والجانب الأنثوي وإلى آخره. لسنا بصدد بيان التلقيح والهبوات وعامل الريح والحشرات اللي تنقل الغبار من عضو ذكري إلى الطلح إلى عنصر أنثوي،
أو الفلاح الذي يجب أن يؤبر النخل، والتأبير عبارة عن الترقيح. لسنا نتحدث عن ذلك، وإنما نقول القرآن أشار إلى حقائق علمية عظيمة، كروية الأرض، تعدد المشارق والمغارب، الجاذبية، الزوجية في الكون، وحقائق علمية أخرى، وإنما اكتفينا بإشارات لأننا لسنا بصدد التفصيل في هذه الجوانب، وإنما نقول الإعجاز البلاغي أولا، الإعجاز في الإخبار عن المغيبات ثانيا، الإعجاز العلمي ثالثا. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتناول إعجاز القرآن من جهة المعارف الحقة، وسنتحدث قليلا وبشيء من الإيجاز عن هذا الجانب أيضا، لنضيف هذا الجانب إلى الجوانب الأخرى من إعجاز القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وإلى فهم القرآن وفهم حقائقه والعمل بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.